بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمده، ونصلي ونسلم على صفوة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة، هذا عنوان ربما يكون كبير لكنه مجمل. خلاصة هذا الباب أو هذا العنوان زيارة أهل الخير، إن الإنسان يجالس أهل الخير يعني الصالحين ويحاورهم ويستفيد منهم ويصحبهم، لأن الصاحب ساحب. لو أنت صاحبت واحد طائع أكيد هو يأخذك إلى طاعة الله عز وجل، صاحبت واحد فاسد لا شك أنه يأخذك إلى معصية الله سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. في هذه الآيات الكريمة استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم ومصاحبتهم ومجالستهم والتواضع معهم والرحلة في طلب العلم والاستزادة واستزادة العالم من العلم وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة، حتى ولو كان اللي انت تتعلم منه ده أقل منك في المستوى المعيشي أو أصغر منك في السن، لكنك انت لازم انك انت تستفيد من هذا الشخص ما دام هو أعلم منك، ما دام هو أعلم منك انت تستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى بنستفيد من الآخرين حتى ولو كانوا دوننا في المعيشة، لو كان أفقر منك أو كان أصغر منك تستفيد من هذا ما دام هو عنده من العلم، فهو يفضلك في العلم. يبقى تواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة، واستحباب الرفيق في السفر وأنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله عز وجل في هذه الأوقات، وألا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات، فإن مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها، يعني الاثنين راحوا لأم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، بكت فقال لها الاثنين، يعني فقال لها مثنى، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. من اللي بكى معها؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. الخلاصة من هذا الباب إن هو كلاهما، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، كلاهما ذهبا إلى زيارة أم أيمن رضي الله عنه وأرضاه. ومن هي أم أيمن؟ ومن هي أم أيمن حتى يهتم لها يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ أم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة، وهي أم أسامة بن زيد، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها وكان عندها كالولد. وفي هذا الحديث زيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، وفيه البكاء حزنا على فراق الصالحين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا
زار أخا له في قرية أخرى. واحد راح يزور واحد في الله عز وجل. أخا له مش إخوة، إما أن تكون إخوة في النسب وإما أن تكون إخوة في الدين، وإخوة الدين أعلى من إخوة النسب. يعني إيه إخوة النسب؟ يعني أخوك اللي من أبيك وأمك، هذا اسمه أخوك في النسب، هو كلاكما يشترك في الأب والأم. وهناك الإخوة في الدين، بمعنى كل مسلم على ظهر الأرض هو أخ للمؤمن الآخر، فدي اسمها إخوة الإيه؟ إخوة الإيمان أو إخوة الدين. وأيهما أعلى؟ إخوة الدين أعلى عند الله عز وجل من إخوة النسب. ليه؟ لأن ممكن واحد يكون أخوه عاصي لله عز وجل، أو يكون كافر، أو يكون منافق، أو يكون مشرك والعياذ بالله، ففي هذه الحالة يكون أخوه في الدين أعلى من أخيه في النسب. وقد يشترك يعني كلاهما، يعني يكون أخوه في النسب وفي نفس الوقت أخوه في الدين، إذا كان إيه من المسلمين الصالحين الطائعين لله عز وجل. يبقى في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ يعني في مصلحة يعني ما بينكم ولا حاجة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يبقى هنا في حاجة اسمها الحب في الله، إن واحد يحب واحد في الله بسبب طاعته لله عز وجل. هو يحفظ القرآن، هو يحرص على مجالس العلم، هو يحرص على ذكر الله سبحانه جل وعلا وتلاوة القرآن، يحرص على الصلاة، يحرص على أداء الزكاة، يحرص على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا نحن نحبه في الله عز وجل، ده معنى الحب في الله سبحانه جل وعلا. أنا أحبكم في الله، ليه؟ لأنكم حفظة للقرآن الكريم، لذلك أحبكم في الله. فحينما تحب أحدا في الله، من الذي يحبك؟ الله جل جلاله. مادام أنت حبيت واحد في الله، ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يحبك سبحانه جل وعلا. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. يبقى في هذا الحديث دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه. واحد رايح يزور واحد بيزوره في الله، مش عشان في مصلحة دنيوية ما بينهم، أو في صفقة ما بينهم في مال ولا في تجارة ولا في حاجة، لا، ده رايح يزوره في الله عز وجل أو يحبه في الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى أنت كده استكملت الإيه؟ الإيمان. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من تاني: من عاد مريضا، هو زار مريض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى في الحديث هنا من عاد مريضا، يعني اللي يفيد المعاودة، انه مش هيزوره مرة وخلاص، لا، ده هو هيزوره مرة بعد مرة بعد مرة حتى يطمئن عليه وعلى صحته. يبقى من عاد مريضا، ذهب إلى زيارة مريض، أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل يا رب العالمين. في هذا الحديث وعد الله عز وجل للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبه ويعظم أجره ويدخله الجنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء
يعني الجليس الصالح الطائع لله عز وجل، جليس السوء اللي هو الشخص اللي هو العاصي، الشخص اللي هو العاصي اللي ما عندوش طاعة لله سبحانه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يضرب لنا هذا المثل للجليس الصالح والجليس السوء. قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. بل الجليس الصالح زي حامل المسك، الجليس السوء زي نافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني لازم أنك أنت تستفاد منه بحاجة كويسة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة والعياذ بالله. يبقى في هذا الحديث الحث على مجالسة أهل الخير والتحذير من مجالسة أهل الشر، وفيه الحكم بطهارة المسك. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث هنا المعنى إيه؟ أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. يبقى تنكح المرأة لأربع: لماله، واحد عايز يخطب أو ينكح أو يتزوج بيدور على صاحبة المال، واحد تاني يبحث عن صاحبة الحسب اللي هي قريبها فلان الوزير ولا المحافظ ولا المدير ولا كذا، ولجمالها يبحث عن صاحبة الجمال. لكن هناك شخص آخر مؤمن طائع لله عز وجل يبحث عن صاحبة الدين، مش بيهتم بجمال ولا بمال ولا بحسب ولا بأي حاجة خالص، هو عايز صاحبة الدين، عايز المتدينة، وهي كذلك عايزة المتدين. يبقى تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في الحديث الحث على صاحبة الدين، لأن الحسن البالغ يخاف بسببه من فساد المرأة أو إفسادها، والمال ربما أطغاها، وأما الدين فهو الحبل الذي لا ينقطع، الحبل الذي لا ينقطع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا جبريل عليه السلام، من هو سيدنا جبريل؟ الملك الموكل بالوحي اللي كان بينزل بالقرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية الكريمة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. في هذا الحديث طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته إذا لم يكن مانع من شغل أو غيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صاحبش كده أي حد، ابحث عن المؤمن وصاحبه، واحد بيحفظ قرآن، واحد بيحافظ على الصلاة، واحد يحافظ على الصيام، إنسان مهذب، إنسان أخلاقه كويسة، يبقى الناس نصاحب هذا الشخص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. في هذا الحديث فيه النهي عن موالاة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم، وفيه الأمر بملازمة الأتقياء ودوام مخالطتهم وترك مخالطة الفجار ومؤاكلتهم، وهذا في طعام الدعوة
لا إطعام الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث الخليل اللي هو الايه؟ الصديق. وأقل درجات الصداقة النظر بعين المساواة والكمال، رؤية الفضل للصديق. وروي: لا خير في محبة من لا يرى ما لك مثل ما يرى له. يبقى في هذا الحديث الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يبقى أنت تبحث عن الطيبين وتصاحبه لأنك ستكون على ما هو عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. في هذا الحديث الحث على محبة الصالحين، لأن من أحبهم دخل معهم الجنة، دخل معهم الجنة، والمعية تحصل بمجرد الاجتماع وإن تفاوتت الدرجات. يبقى المرء مع من أحب، ونحن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بأعمالهم، كما قال روي الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ يعني يوم القيامة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. أعددت للساعة إيه؟ ليوم القيامة إيه؟ إن أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مع من أحببت. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير الصوم، يعني ما بصومش كتير ولا حاجة ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. الساعة هي القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها، من أسلوب الحكيم، لأنه سأل عن الوقت فقيل له: ما لك ولها، إنما يهمك التزود لها والعمل بما ينفعك فيها. فطرح الرجل ذكر أعماله ونظر إلى ما في قلبه من محبة الله ورسوله فقدمه بين يديه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، روية أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، فكانت تلتقي وتتشام، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فتميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار. وعن أسير ابن عمرو ويقال ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيجي أمداد أهل اليمن كان بيسألهم ويقول لهم إيه؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه. مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي كان بيسأل أمداد أهل اليمن: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، يعني مكان اسمه كده يعني. قال: نعم.
قال فكان بك برص، عافانا الله عز وجل وإياكم، يعني مريض بالإيه بهذا البرص، فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، يعني حاجة صغيرة هي اللي لسه إيه لم تبرأ. قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، يعني ببر والدته، يعني لو أقسم على الله لا أبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. ده مين اللي بيطلب من التاني ان هو يستغفر له؟ سيدنا عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه يطلب من اويس رضي الله عنه وارضاه ان يستغفر له. قال فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر اين تريد؟ قال الكوفة. قال الا اكتب لك الى عاملها؟ قال اكون في غبراء الناس احب الي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، كان له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أخذت عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أخذت عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، يعني تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حديث طويل فيه فضيلة سيدنا أويس بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية وقال أشركنا يا أخي في دعائك، فيه دليل على استحباب طلب المقيم من المسافر ووصيته له بالدعاء في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا. قباء ده مسجد قباء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته في المدينة المنورة. في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا ومشيا، يعني يذهب راكب أو أحيانا يذهب إيه على قدمي، فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. مسافة ما بين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرسخ هو 3 أميال. وفي الحديث استحباب زيارة مسجد قباء اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مجمل هذا الباب زيارة أهل الخير ومجالستهم وتطلب منهم أنهم يدعوا لك لأنهم إيه من الصالحين. أحاديث عظيمة، نسأل الله عز وجل يرزقنا أن يرزقنا العمل بها. اللهم أمين يا رب العالمين.